الرازي هو معطى ديال الاستثناء على مستوى الخريطه المدرسيه هاد السنه وفي السنوات الخمس الماضيه. بدايه المشكله ديال الرازي بدات مع التغير العمراني اللي شهدته المنطقه، واللي جعل من الرازي واحد البنيه ديال الاستقبال ديال في البدايه ديال 11 رافي ديال المؤسسه التعليميه، بدايه من حي المنصور الحدود ديال حي المنصور حتى الاحياء ديال مرجان واحد وديال النعيم الى غير ذلك. مع التوسع العمراني واحد ارتفاع ديال الطلب على التعليم العمومي، مما ادى الى واحد الكثافه سكانيه وواحد المعطى ديال الاكتظاظ اللي فاق كل التوقعات. نحن الان جمعيه الاباء ديال اجيال الرازي كنطرحوا هذا الموضوع في اطار تركيب حلول واقعيه لهذه المعضله. لذلك معركتنا بدات في اطار تهيئه الظروف ديال العالم العمليه التعلميه، بدايه من 2019 بدينا بمجموعه من المراسلات على مستوى المديريه الاقليميه، ومجموعه من الاتصالات على مستوى المديريه الاقليميه كذلك، وزيارات المديريه الاقليميه، ولكن كذلك توجنا بمراسله للسيد عامل صاحب الجلاله من يوم 17 يوليوز 2019 اللي قلنا للسيد عامل صاحب الجلاله بان الورش ديال التوسعه هو معطى غيشكل خطر على المستوى ديال الرازي وعلى العمليه اللي فيه. بل اكثر من ذلك قلنا ليه ما سجلناه في اطار التقرير ديال مجلس التدبير ومجالس التربويه بان التوسعه عوض ان تكون حلا كانت مشكله. لذلك استمرت المعاناه ديال التلاميذ ديال الرازي في معطيات ديال الاكتظاظ، معطيات ديال التحدي الامني الى غير ذلك. لان بالمناسبه نفتح ان احنا كمكتب ديال الجمعيه ديال الاجيال الان المنتخب جينا في اطار ازمه امنيه اللي كانت ليله او امسيه سوداء اللي جات افراز ديالها. لذلك المكونات ديال المكتب ابت الا ان تكون حاضره على المستوى الواقعي وعلى المستوى كذلك على مستوى الاقتراح. لذلك مجموعه من المقترحات وجدناها في هذا الاطار، من بينها ضروره الاسراع في حل المشكل ديال التوسعه واستكمالها. الان حنا في الموسم الخامس، لازال التوسعه الان متعثره، ساتي اليها في الختام. الامر الاخر والطارئ على مستوى مؤسسه الرازي وهو ظهور مجموعه من التشققات اللي انفاست بريس كانت مواكبه لهذا الحدث في اطار انها نقلات المراسله ديال الجمعيه ديال الاباء، وفي اطار مواكبتها كذلك ان مكتب الخبره اللي كان زار المؤسسه. اذا نحن نواكب على مستوى الاحاطه ديال الراي العام المحلي وكذلك حتى الجهات المسؤوله الوصيه قبل ان نخرج باي مقال صحفي، كنا نضع مراسله على مستوى الجهات المختصه. لذلك هذه المعضله ديال التشققات، وبعد ما كانت رساله ديال الساده الاساتذه ديال الجناح ديال العلوم الطبيعيه للمدير السابق بمؤسسه الرازي، انطلقنا في تحريك المطالبه بالخبره. هذه الخبره كذلك اللي جات ودارت خبره على اساس الجناح ديال العلوم الطبيعيه والجناح الاداري والاقسام ما فوق، واللي عطات الان الخبره. كنتمناو ان الان ان المديريه الاقليميه ان تخرج ببلاغ على المضمون والمحتوى ديال هذه الخبره، لان الان مجموعه من الامور اللي كتشاهدها بالملاحظه المجرده كيمكن انها كتزرع نوع من الخوف ونوع من الرهبه ضمن التلاميذ وضمن الاطار الاداري وضمن الاطار التربوي. اذا كل المجتمع الرازي كله يعيش واحد اللحظه ديال القلق، على اعتبار ان هذه الشقوق يجب ان يقول فيها الكلام الفصل. هذه شقوق خطيره تستدعي اغلاق ما تبقى من الجناح، لان الان نحن امام معطى ديال اغلاق ديال الجناح ديال العلوم الطبيعيه منذ شهر 11 السنه الماضيه. اذا نحن امام معطى اخر. هل هذه الشقوق اللي ادت لاغلاق ديال الجناح ديال العلوم الطبيعيه هل هي نفسها تؤدي او ستفرض اغلاق الجناح الاداري والاقسام الذي فيه؟ لذلك كنا اليوم احنا في اطار المبادرات اللي هي منطلقه من الانصات على مستوى الانصات ديال التلاميذ، على مستوى الانصات الاولياء واباء التلاميذ، على مستوى الانصات حتى في علاقات انسانيه الطاقم الاداري والطاقم التربوي، للجميع يجمع على ان ما يقع هو امر خطير جدا. لذلك كنا اليوم اننا كنقولوا ان الوقفه اللي كانت اليوم معلنه انها تكون يوم مع 10 صباحا، واللي وضعنا بالمناسبه الاشعار ديالها لدى المقاطعه الثامنه الاداريه الثامنه، وكذلك ارسلناها كذلك الى عبر الفاكس
الى عمله مكناس، كنا نريد ان نقول بان الدخول المدرسي في اعداديه الرازي مكناس لن يكون دخولا طبيعيا في ظل هذه الاوضاع والمعطيات التي يجب ان تحسن. الامر الاخر، اليوم كنا معطى اخر بعد اتصالات وبعد الرغبات ان الوقفه انها تؤجل او تلغى، كنا كذلك في اطار مد اليد اللي استمرت ضمن هذا، كنا اننا امام لجان اللي عرضنا عليها، لان بالمناسبه نحن اليوم امام مسلسل ديال اللقاءات وعلى مستوى التنسيقات اللي ما اعطت حتى نتيجه. كنا في لقاء مع السيده المديره الاقليميه اللي زارت وان كانت متاخره، نحييها على الزياره ديالها لاعداديه الرازي، كنا مع الزياره ديالها والتي لاحظت مجموعه من الملاحظات التي اكيد رسخت عندها ان الامور غير طبيعيه على مستوى الرازي. كنا مع السيده المديره الاقليميه كذلك في لقاء على مستوى المديريه الاقليميه دام اكثر من 3 ساعات، واللي احطنا بمجموعه بحضور رئيس مصلحه البناءات ورئيس مصلحه الشؤون القانونيه، واثرنا مجموعه من الاشكالات وتمنينا كذلك ان يحضر معنا مسؤول مصلحه التخطيط. لذلك نحن الان في اطار هذا الفعل المدني الواعي نؤمن بالادوار. والبارحه كنا مع الاحتفال، رجاء كنا يوم الوطني الاحتفال بجمعيه الاباء، كنا كذلك اليوم مع افتتاح الموسم او الدخول المدرسي. لذلك كنقول في جمعيه الاباء الرازي، في جمعيه الاباء الرازي كذلك اؤكد اننا هذا الوضع لن يستمر بهذه الطريقه. تفضل. اه ولدي كحز لي شويه. راه جينا لخدمتكم والصالح العام، فرجاء ساهموا معنا. للإحاطة اليوم كنا بعد العاشرة، أولا كنا اليوم مع زيارة رئيس المصلحة ديال الموارد البشرية وأحد الإخوة اللي معاه في المديرية الإقليمية، اللي شاهدوا بأم عينيهم ويحاولوا أن يتداركوا مجموعة من الخصائص ومن الحاجيات ديال الرازي. كذلك الأمر الآخر، كنا كذلك مع زيارة ديال السيد باشا مرجان وقائد المقاطعة الثامنة، وتم عقد لقاء في مكتب السيد المدير، تناقشنا فيه جملة من الموضوعات التي هي مطروحة فيما يخص ملف ديال الرازي، على إثرها تم التحاق المقاول المكلف باستكمال الورش ديال التوسعة، اليوم حضر مع أحد الإخوان من المصلحة ديال البنايات ليخبرنا بأن الورش الآن سينطلق. الآن المطلب ديالنا الآن اللي مازال ملح، لأن الآن عندنا جوج أمور مركزية. أولا حينما نتحدث عن الفائض على مستوى السادة الأساتذة، فإننا نتحدث ليس فائضا وإنما نقص على مستوى الحجرات، باعتبار الآن اللوائح المكتظة ديال التلاميذ، الآن اللي الآن راه في اللوائح 46 الفوق، كذلك الآن لائحة ديال الانتظار اللي هم مواطن المغاربة اللي هم يجب أن يسجلوا في المؤسسات العمومية الآن ينتظرون. نريد جوابا شافيا لهؤلاء الاسر وهذا الاباء يعطيهم حل، اما انهم يسجلوهم او كما خرجنا من المخرجات ديال اللقاء ان اللائحه ترفع للمديريه الاقليميه لتجد حل. كذلك لنقل وهذا كذلك صادم على مستوى الاداء، لقد طلبنا ان يجدوا لنا اطارا للتدخل كجمعيه الاباء لنقوم بالعمليه ديال الترميم وننجزها، من هذا طلبناه منذ البدايه ديال شو تنبير، وسنسلمهم الاقسام المتضرره في اقل من 12 يوم. كذلك قلنا لهم لو وجدتم اطار ممكن ان نستكمل، ان وجدتم اشكال على مستوى الميزانيه العامه والماليه العموميه، لان هذيك صفقه عموميه، ان وجدتم اطارا قانونيا يمكن كجمعيه الاباء ان نتدخل لاستكمال ورش التوسعه.